بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بما فيهم الدولار، كل الأنظار دلوقتي بتتجه لأسعار البنزين والسولار، ولا ترتفع أسعارها بعد تحرير سعر الصرف وآخر أخبار الاكتشافات البترولية الجديدة. بانكير، نبض البنوك. من 48 ساعة البنك المركزي أخذ قرارات استثنائية بتحرير كامل لسعر الجنيه بالبنوك أمام الدولار والعملات الأجنبية، وده وفق قواعد العرض والطلب، وكمان قرر رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل ل 27% وربع و 28.5% و 27.75%، كمان تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل ل 27.75%. كل الأنظار مترقبة وجود زيادة جديدة في أسعار البنزين. طيب، هل البنزين والسولار أسعارهم زادت فعلا وإيه هي الحكاية؟ وزارة البترول والثروة المعدنية قالت إن مفيش زيادة في أسعار السولار أو البنزين في الأيام الحالية، وإن الأخبار المتداولة في الشارع المصري غير صحيحة تماما على الإطلاق، وإن لو في زيادة في أسعار البنزين أو السولار أو اسطوانات البوتاجاز هيتم الإعلان عنها رسميا من خلال القنوات الشرعية سواء مجلس الوزراء أو وزارة البترول والثروة المعدنية. وزارة البترول والثروة المعدنية قالت كمان إن لجنة تسعير المنتجات البترولية هتعقد اجتماعها خلال الأيام المقبلة من شهر مارس الجاري، وده لتحديد أسعار البنزين وفقا للأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية، خصوصا ما قرر البنك المركزي برفع سعر الفايدة 6% وكذلك تحرير سعر صرف الجنيه المصري بالبنوك، وإن الزيادة هيتم الإعلان عنها من قبل لجنة التسعير التلقائي في وقت لاحق. المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء طلع كمان ورد على الإشاعات دي وقال إن وزارة البترول هي الأقدر بالتعليق، وطبقا للآلية الموجودة بيكون هناك مراجعة دورية، وده إن وزارة البترول هي الوحيدة المسؤولة عن الرد على ما يتعلق بزيادة الأسعار من عدمه. طيب، هل في علاقة للسوق السوداء وأسعار البنزين والسولار في السوق؟ المتحدث باسم مجلس الوزراء قال كمان ان القضاء على السوق السوداء هيتطلب اسابيع ويمكن شهور، ولكن المؤكد انه سيكون هناك قضاء تدريجي عليها تماما مع استمرار القرارات الايجابيه للبنك المركزي وجود الدوله ممثله في السلطات الامنيه في مواجهه تجار العمله. طيب، اسعار البنزين والسولار كام دلوقتي قبل انعقاد لجنه تسعير المواد البتروليه؟ اسعار البنزين اللي السوق شغال بيها حاليا واللي الدوله ممثله في وزاره البترول والثروه المعدنيه اعتمدتها في شهر مايو الماضي، وحددت اسعار بنزين 80 بسعر 10 جنيه، وبنزين 92 بسعر 11 جنيه ونص، وبنزين 95 بسعر 12 جنيه ونص. اما فيما يخص اسعار السولار فبتوصل اسعار السولار ل 7 جنيه وربع، والكيروسين ب 8 جنيه وربع، واسطوانه البوتاجاز بسعر 70 جنيه. طيب، هل اسعار البنزين والسولار هتزيد في الايام الجايه مع انعقاد لجنه تسعير المواد البتروليه واللي هتكون في شهر مارس الجاري؟ مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية أكيد إن الأقرب إن لجنة تسعير المواد البترولية هتعتمد زيادات جديدة في أسعار السولار، خصوصا في ظل المتغيرات العالمية في أسعار الوقود وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية والحروب الصهيونية على قطاع غزة. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بنكير. بنكير، نبض البنوك.